هنروح ليه النهارده صراحه. الناس الجميله اللي بيحبوا واحد من ولاد مصر اللي مشرفينا بره، كابتن محمد النني. محمد النني لاعب على اعلى مستوى من الاخلاقيات، مؤدب جدا، خلوق جدا، مجتهد جدا. النني النهارده لينا خبر مفرح لينا كلنا، بيجدد عقده مع ارسنال. محمد خلال الجزء الاخير في ماتشات الدوري الانجليزي كان نجما، يعني في كل ماتشات كنت بتابع محمد النني عمل حاله في يعني لما الجولات الاخيره في مباريات الدوري الانجليزي. محمد حجز مكانه في التشكيل الاساسي، قدم مستوى متميز معانا، وزي ما بقول كده قدم مستوى متميز. مجتهد محمد النني، بنقول له مبروك النهارده على استمراره مع ارسنال، احد الفرق الانجليزيه واحد الفرق العالميه الشهيره. محمد زي ما بقول كده، حتى لما هو اللي كتب على صفحته قال لك ان انا يعني 7 سنين ارسنال، وقال يبدو انها ما كانتش كافيه معايا. طبعا تعالوا نروح للكابتن ناصر النني. اولا مساء الخير، مبروك كابتن ناصر. محمد النهارده زي ما بقول كده بيقدم ايضا يعني موسم اخر مع ارسنال. حبيبي يا استاذ احمد، والله الحمد لله والشكر لربنا ان هو طبعا التجديد والكلام ده، وكل الناس يعني محمد فرحنا، والحمد لله ان هو يفضل في نادي ارسنال من احسن انديه العالم. طبعا دي حاجه مشرفنا يا استاذ احمد. الله كابتن ناصر، محمد يعني كان بيقول لحضرتك ايه قبل التجديد؟ كلامكم مع بعض لما ابلغوه انه هيجدد، كان قلقان انه يمشي من الدوري الانجليزي ويروح لما راح كده اعاره تركيا، وبالتالي يعني تركيا ما فيهاش كوره، يعني كان بيقول لحضرتك طبعا لا طبعا هو طبعا التملي، احنا في عزيمه واصرار احمد، اللي هو تملي محمد حاطط هدف قدامه اللي هو يوصل لاعلى حاجه بامانه. يعني هو يعني محمد النهارده قعد 6 شهور، ده دي حاجه يعني حاجه عظيمه جدا، تقعد 6 شهور وترجع تلعب ماتشات ثقيله زي مانشستر وتشيلسي والحاجات دي، حاجات يعني لا يعني لازم نعمل دراسات على محمد. الراجل قعد 6 شهور لما لعيب ما بيلعبش ماتشين يعني يقول لك انا لا ده انا النهارده مش عارف العب. ماشي، لكن النهارده الحمد لله محمد يعني حاجه يعني بصراحه انا مش يعني ساعات بقول يعني الحاجه دي صعبه على اي لعيب ان هو 6 شهور ما لعبش ويرجع بالقوه ديت و90 دقيقه او يعني بيلعب كل ماتش 90 دقيقه بيلعب اساسي ومعلش يعني ما بيريحش، يعني مش بنلعب لا ده 90 دقيقه يعني كلهم جري يعني حاجه كويسه جدا لمحمد. كان ياخد يعني احسن لاعب في الجولات الاخيره، احسن لاعب اخر ماتش برضه واخد احسن لاعب الحمد لله. نعم.